أعلنت المديرية العامة للسياحة في إدارة سوران المستقلة عن استقبالها 134 ألف سائح خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وقال فيصل صادق المدير العام لدائرة سياحة سوران في مؤتمر صحفي إن أعداد السياح القاصدين المرافق السياحية في إدارة سوران فاقت كل التوقعات، مؤكدا تقديم جميع التسهيلات لخلق أجواء مريحة وآمنة وهادئة للسياح. من خلال أيام عيد الأضحى الأربعاء زار ما يقارب 134 سائح ألف سائح وزائر المصائف والمنتجعات الواقعة في إدارة سوران المستقلة. ونحن في المديرية العامة للسياحة في إدارة سوران كنا في استقبالهم على أتم الوجه، واتخذنا جميع التدابير اللازمة في الأماكن السياحية، وحرصنا على أن نخلق أجواء من الراحة والاستجمام للسائحين والزائرين. وبهذه المناسبة نشكر جميع من ساهم في إنجاح برامجنا من الدوائر والجهات الأمنية والمعنية، وكذلك نشكر وسائل الإعلام لتعاونهم معنا طوال أيام العيد الأضحى الأربعة.